هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. حقيقة العرض الخليجي لنجم الوداد. كشف نادي الوداد الرياضي عن حقيقة ما تردد بشأن وصول عرض رسمي من إحدى الدوريات الخليجية لظهيره الأيسر المتألق يحيى عطية الله. وكشفت مصادر مقربة من الوداد الرياضي مساء يوم الثلاثاء لم يصل أي عرض خليجي ليحيى عطية الله، واللاعب مستمر مع الوداد. وتألق عطية الله في الفترة الأخيرة وسجل هدفا في مرمى بيدرو أتلتيكو الأنغولي في الجولة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي فاز فيها الوداد بثلاثة مقابل هدف. وتابعت المصادر ذاتها: عطية الله يعتبر من اللاعبين الأساسيين في الوداد الذي لا يمكن التفريط فيهم مهما كانت العروض التي تصل للاعب. وأكملت المصادر: اللاعب يركز حاليا على الاستحقاقات المهمة التي تنتظر الوداد مع قرب نهاية الموسم، سواء على مستوى دوري أبطال إفريقيا أو الدوري المحلي أو كأس العرش. وكانت مسيرة عطية الله قد انطلقت مع أولمبيك أسفي وخاض تجربة احترافية قصيرة في أوروبا قبل أن ينضم للوداد. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.